الخير والسعادة والفل وكل الحاجات الحلوة على كل الناس الحلوة اللي بتشوفنا دلوقتي. يوم جديد من أيامنا فهو هن على شاشة قناة المحور. عندنا حاجات كتير هنقولها لحضراتكم، لكن خليني أسلم على ميويا. عاملة إيه؟ إزيك يا نرمين؟ عاملة إيه؟ الحمد لله. أنا تمام الحمد لله. مساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور، حلقة جديدة وزي ما انتوا عارفين فقراتنا دايما مختلفة ومتنوعة. وقبل ما اتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة، كاميرا هو وهن نزلت سألت الشارع سؤال لذيذ قوي، ايه اغرب حلم عصاري حلمتوه؟ وقبل ما نروح للبوبس خليني اسال نرمينو بقى. انت اصلا بتاخدي ناب او بتنامي بعد الظهر؟ اه طبعا. طبعا لازم. احكي لي عن احلامك. القيلوله دي مهمه عندي جدا على فكره. يعني بجد فتره القيلوله دي انا لازم انام. حتى لو صاحيه متاخر، لا تلاقيني على الساعه 5 6 اجي نصايه كده تديني باور بقى لبقيه اليوم. أوكي. اغرب حلم هو ما بتبقاش احلام ولا بتبقى حقائق. بجد؟ والله بجد بجد، يعني الناس ممكن يعني اللي هيبقى اللي عارفيني هيعرفوا ان انا بتكلم بجد صح. مش بحلم وانا نايمه هو بيبقى المفروض حلم. لا يعني بتحسي باللي حواليكي ولا بتحلمي بحلم بعد كده بحلم بحلم بتحقق. بعد كده بيتحقق على ارض الواقع. ودي احلام بعد الظهر ولا احلام؟ لا اي احلام لا بشكل عام. اي احلام بشكل عام، لكن بعد الظهر انا مش يعني مش بحلم قوي يعني. بس ممكن اشوف حاجه واصحى الاقيها ايه ده يا جماعه، انا الحلم ده. أيوة انا حلمته. أيوة أيوة. مش حاجه مثلا اللي هو فيه زي ما محمود بيقول مثلا حاجه انا عن نفسي ما باخدش نفس خالص، فمش حاسه بالموضوع ده خالص. انا اصلا ما بنامش، انا فامباير جدا. طيب خلونا نروح نشوف بوبس ونرجع ليكم مره ثانيه. اغرب حلم حلمت ان انا راكب اسانسير وبقى من الدور 31، واول ما اترزعت على الارض متصاحي من امي في صوره وكنت واقع على السرير بقى. اللي انا وقعت من فوق السطح بس، يعني هي دي. والله حلمت ان الكاميرا بتتكسر معايا، لسه 70 200 وقع يتدشدش في الارض، لسه شاري جديد. كنت بغرق في حله. حلمت ان انا بقى من على السرير. وقعتي فعلا؟ لا. كنت بقى من الطياره. والله كنت بقى من الطياره. اصحى الصبح واتاخر على الشغل بس، وفجاه الاقي نفسي بروح بدري. كنت مره نازل من البيت ولقيت ابويا بيجري ورايا، ما اعرفش ليه بقى، بس هو بيجري ورايا. كان تقريبا عندي امتحان امبارح. يعني احلام بقى، ناس حلمت وفي ناس ما بتحلمش اصلا زي حالات مي، وناس بتحلم احلام كمان غريبه. عموما هي فتره القيلوله دي مهمه جدا على فكره عندنا، ولازم يا مي تنامي شويه الظهر او العصر يعني. طيب خلينا بقى نروح لفقراتنا النهارده، وعندنا فقرات لطيفه جدا جدا جدا. يعني احنا خلاص كل سنه حضراتكم طيبين، داخلين على شهر كريم، هو شهر رمضان المبارك. الشهر ده بيبقى له استعدادات خاصه يعني عند كل بيت مصري وعربي، بس مصري يمكن تحديدا عشان احنا هنا دايما بنهتم الشهر ده بالاكل. يعني المفروض هو شهر عباده، ان احنا نقعد نتعبد نصلي نقرا قران، لكن احنا للاسف احنا بنهتم دايما بالاكل. مش في شهر رمضان، خليني اقول انه في اي مناسبه بتمر عندنا بنهتم دايما بالاكل. عشان كده النهارده هيكون معانا فقره لطيفه جدا، احنا نقول لستات البيوت ازاي بقى ننظم دنيتنا، ازاي نعمل ايه، الميزانيه نقسمها ازاي، العزومات الكتيره دي او الكبيره جدا دي، ان احنا ازاي مش كل يوم عزومات. هيكون معانا فقره معانا فيها دكتور شيماء فوزي، هي دكتورة في الإدارة والموارد البشرية، هتقول لنا نعمل إزاي في هذا الشهر الفضيل. وهيكون معنا إيه تاني؟ وهيبقى عندنا فقرة مميزة جدا وعن رياضة انتشرت بشكل كبير قوي في الفترة الأخيرة وبين البنات أكتر كمان من الولاد. إيه بقى؟ وهي المارشال آرتس بشكل عام، عارفاهم؟ لا. زي ال 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 الامامي، عارفه الامامي؟ عارفاه، سمعت عنه؟ البوكسينج والكيك بوكسينج والبنات الفنون القتاليه بشكل عام. يعني البنات على فكره ابتدت تتجه للحاجات دي، يعني جدا الحاجات اللي هي القتاليه والحاجات يعني تفتكري عشان ينتقموا من الناس اللي مرتبطه بيهم ده اكيد. بس هي مثلا يعني رياضه بتحتاج مجهود بشكل كبير قوي، بس هي كمان اعتقد بتحرقي بصوره عاليه جدا، بتخسي بشكل كبير جدا وبتعملي ماسلز بسرعه. عامه هي فقره مهمه ومميزه مع كابتن شريف الجمل مدرب الفنون القتاليه. بس خلونا نطلع في الاول فاصل ونرجع نبدا اولى فقراتنا في هو وهن. اغرب
يعني خلاص بقي ايام قليله جدا 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 بتفصلنا عن شهر رمضان المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. الشهر ده الحقيقه احنا كلنا بنستناه من السنه للسنه، لان هو شهر بصراحه بيكون شهر مختلف او مميز عن باقي شهور السنه في كل حاجه بقى، وتحديدا عند ستات البيوت بيبقى له استعدادات وتجهيزات خاصه. بنلاقي قبلها يمكن بشهر تقريبا بنقعد نشيل ونخزن ونحط ونعمل ونجيب معرفش ايه ونتبل حاجات ونشيلها والسمبوسك، حاجات كتير جدا. شهر فضيل، شهر كريم. نعمل ايه بقى في الشهر ده؟ نستعد ازاي؟ نعمل ايه؟ ست البيت تعمل ايه حتى لو هي لسه ما لحقتش تجهز ولا تعمل حاجه؟ كل ده هنعرفه من ضيفتي اللي منوراني، دكتور شيماء فوزي، كاتبه وباحثه في مجال الاداره والموارد البشريه. دكتور شيماء اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه نرمين. كل سنه وانتي طيبه. ميرسي، وحضرتك طيبه وبخير، والبرنامج والقناه طيبين، ويعود عليكم الايام بخير، وان شاء الله رمضان كريم علينا كلنا يا رب. اللهم امين. زي ما انا قلت كده، اكتر حاجه الست هي اللي بتتبهدل في شهر رمضان، توضيب سفره واكل وشرب، وكمان احنا في دراسه فبتقعد تذاكر للولاد. خليني اسالك، اكتر حاجه الست بتقع فيها في حيره في الشهر ده ايه؟ خليني اكون صريحه معاكي يا استاذه نرمين، بالذات في الفتره دي والموسم اللي احنا فيه، اكتر حاجه منهكه المراه والبيت والاسره المصريه هي تدبير ميزانيه البيت في رمضان. صح. لان رمضان احنا دارج عندنا في الثقافه سفره كبيره، اصناف كتيره، ميزانيه منهكه، بيجي بعديه على طول العيد. والعيد ده محتاج ملابس، محتاج حلويات، محتاج ميزانيه، فببقى خارجه من شهر رمضان ميزانيتي كلها مستنزفه منهكه اصلا خلاص منتهيه. صح. فانا لازم من قبل رمضان بشهر ابقى عامله حسابي او اكتر، زي ما متعوده احنا نتكلم في الاداره، لان انا متخصصه في الاداره وبكتب مقالات عن الاستعداد للاعياد والاستعداد للمناسبات والاستعداد للمدارس والاستعداد لرمضان، لان انا بهتم قوي فكر الاداره واداره الميزانيه الماليه. حابه اقول ان ست البيت المصريه بذكائها الفطري دايما كان عندها الوعي الثقافه في التدبير، في ثقافه الجمعيه، ان انا ادبر شؤوني، اعمل جمعيه قبل المناسبه بثلاث اربع خمس شهور، اقبضها على المناسبه او قبلها، بس بشيلها ما بصرفهاش الحاجات دي. ولغايه دلوقتي على فكره موجود، يعني قبل المدارس مثلا نلاقي الستات عاملين جمعيات وحاجات عشان على دخول المدارس او على دخول الصيف لما عشان المصيف مثلا. بالزبط. او لبس الصيف او الحاجات دي. خلينا نتكلم عن اداره ميزانيه البيت والماديات في رمضان. اول حاجه لازم ابتدي بفقه الاولويات وفكره التسجيل والتدوين، وفكره هنشرح كل ده مع بعض، وفكره البعد عن التسوق العاطفي، وفكره التسوق العاطفي ايوه، والفكر الاستغناء والاحلال والابدال. أيوة. هنتكلم في كل ده. اولا ثقافه الاولويات، يعني ايه؟ انا لازم ميزانيتي، انا معايا مبلغ هدخل بيه رمضان، المرتب بتاعي مبلغ قدرت اعمل له سيفنج على مدار الكام شهر اللي فاتوا، حوشته على جنب. بالظبط، عملت جمعيه، مبلغ انا محوشاه من الشهور اللي فاتت، مبلغ معين هعمله زي الإدارة، فقه الأولويات. أبتدي الأول أولويات بيتي، الحاجات الأساسية، سواء عندي إيجار، مية، نور، كهرباء، الحاجات دي كلها، الدروس الخصوصية مثلا اللي عندها الكلام ده. بيجي بعد كده الأكل والشرب وسفرة رمضان. المفروض أن الصايم يا أستاذة نرمين بياكل أقل من موسم الفطار. فإحنا لازم نهتم بالثقافة دي أولا. سفرة رمضان طبقا للظروف والغلاء العالمي. بالزبط. مش اللي عندنا احنا بس، لا لا، دي أزمة اقتصادية عالمية. بالظبط، بيعيش فيه. لازم النهاردة أنا سفرة رمضان الصايم أكيد حضرتك عارفة بيكتفي بأقل القليل مهما كانت السفرة عامرة. صح. فأنا لازم أركز على أولويات بتيجي بعد أولويات مصروف البيت. سفرة رمضان أشتغل فيها بفكر اقتصادي. يعني بتيجي لو خضار، لو شوربة، لو رز، لو سلطة، واللحمة، لأن في كتير قوي بيشتكوا من غلاء اللحوم. سواء أسماك أو لحوم دواجن أو لحوم حمراء. طبعا الدولة عاملة منافذ بيع أهلا رمضان، ومنافذ بيع تبع وزارة الزراعة، ومنافذ بيع تبع القوات المسلحة بأسعار مخفضة. لازم المرأة تلجأ لمنافذ البيع دي، وتلجأ لمنافذ البيع اللي بتقدم عروض عشان تقدر تعمل سيفنج في الميزانية وتتحكم فيها. أستفيد من العروض، ولو في عرض اقدر اجيب فيه بزياده شويه عشان اشيل في الفريزر او في الثلاجه، لاني استفيد من الاسعار اللي هي فيها عرض. يعني لما الاقي عروض اخد شويه، يعني اشتري يعني واشيل. الاسبوع الجاي مش هيكون فيه العرض. صح. فاستفيد بكميه زياده شويه لان ده بتخفيض. دي حاجه.
اقتصد في سفرة رمضان، ممكن ارجع لفكر كتير قوي في اوروبا وفي الدول الغربية، انت عارفة بيتعاملوا باللحوم والدواجن والاسماك والفواكه بالقطعة او بالوحدة. ايوه. فانا ممكن اجيب نص كيلو لحمة، اعمل طبق شوية رز شوية خضار، قطعة لحمة واحدة لكل فرد في الأسرة فرد. مش لازم أعمل سيرفيس كبير، مش والله لازم أنا بعمل كده دلوقتي. وعلى يعني فكرة كل فرد بشوف مثلا كل فرد بياخد قد إيه، اللي بياكل قطعة أو بياخد قطتين، لأنه للأسف دلوقتي ما هو ممكن في بيوت أنا ابني مثلا ما بياكلش الحاجة تاني يوم، يعني هو خلاص هي ثقافته كده، فالحاجة هتترمي فحرام، فبعمل على قدي أنا وهو بس. أنا عايزين نرد على نقطة الحاجة هتترمي دي، لأن ممكن ليها حلول وأنتوا بتقدموا حاجات كتير لطيفة في فقرة المطبخ. أيوه. دلوقتي لما هجيب حاجه قطعه واحده زي ما متعودين بتروحي المطاعم والريستورانز وتبقي مبسوطه جدا، بيقدم لك الفكر الاكل في طبق في بورشنز، قطعه لحمه شويه خضار شويه رز، بتبقي سعيده جدا. ممكن انا اتعامل كده في رمضان واستغنى عن فكره السفره الكبيره والسيرفيس وبنشبع بنبقى مبسوطين. فكره ان الاكل متبقي تاني يوم، ازاي انا رايي ان في فكر اعاده التدوير. لو عندي رز خضار ممكن اعمله مع بعض، رز بالخضار بالبشاميل بقى، صينيه رز بالخضار بالبشاميل نوع فريش وابنك ممكن ياكلها. ده كل ده فكر اداري. التسوق العاطفي، يعني انا انزل السوبر ماركت او اتابع العروض او المنتجات الجديده، واحنا عارفين في رمضان بيبقى فيه اغراءات كبيره في الاعلانات واعلانات كامبينز مخصوصه لرمضان، ومنتجات وشركات بتستعد لرمضان، فانا اخلي بالي من التسوق العاطفي، ما انسقش ورا الاغراء ورا التجربه ان انا اجرب اصناف جديده ومنتجات جديده، مع احترامنا لكل الناس اللي بتعمل، بس طبعا عشان اداره ميزانيه البيت، والاقي نفسي متورطه في مبلغ كبير بوظ الميزانيه واداره شؤون البيت تماما. وما انزلش اعمل شوبينج، دي بقى عن خبره شخصيه، ما انزلش اعمل شوبينج مثلا وانا صايمه، لان ببقى وبعدين هي الفتره اللي قبل الاذان الواحد بيبقى خلاص جعان، فيقعد يقول انا هجيب ده وهجيب ده وهجيب ده، وبعدين ما انا مش شكله بعد كده، اللي هو حاجات ممكن ما بستخدمهاش اصلا، بس شكل العلبه او شكل الحاجه يغريني اقول ايه، لا طب هجيبه واعمله وما يتعملش. بالظبط، لان الجوع بيبقى متحكم والرغبه في الاكل متحكمه. وببقى عندي اغراء باي نيتشر بالطبيعه. وبجيب حاجات كتير، وده بيبوظ اداره ميزانيه البيت في الظروف اللي احنا عايشينها. وكمان في كتير من الناس وفي كتير من الطبقات بقت تعمل احلال وتبديل مكان البروتين الحيواني البروتين النباتي، زي فاصوليا بيضة، اللوبيا، أنواع الفول، الحاجات دي كلها دي كمان إدارة شؤون البيت بالتدوين والتسجيل يا أستاذة نرمين. يعني أنا شخصيا بعمل كده، حتى ساعات ببعت لزوجي الايتمز اللي انا اشتريتها، بلاقي مبلغ عدى معايا في اليوم انا مش عارفه اتصرف في ايه، بقول صرفت 100 في كذا، 50 في كذا، 70 في كذا. التدوين والتسجيل سواء في أجندة او كراسة او حتى على الواتساب بيبقى مهم جدا، لاني انا بسجل وببقى على درايه الميزانيه راحت مني فين وايه الحاجه المهمه اللي جبتها واللي ما جبتهاش. صح، يعني لان احنا ساعات نبقى معانا مثلا 1000 جنيه هي راحت فين يا جماعه، انا صرفت في ايه، جبت ايه. صح، ما تبقيش جايبه حاجات اللي هي اولويات الاساسيه البيزك في البيت، اللي هو سمنه او سكر او رز او اللي هي الحاجات الاساسيات بتاعت البيت. بالظبط. في عندنا بعد التدوين والتسجيل هنيجي للاستغناء والاحلال والتبديل. احنا قلنا الاحلال والتبديل، يعني احنا بنبدل ايتمز مكان ايتمز، بدور على العروض، بشوف التخفيضات، الكلام دي كلها، بشوف البروتين النباتي بدل الحيواني عشان تغذيه الاسره والاولاد وكل الكلام ده. الاستغناء فكره العزومات، فعلا فعلا يا استاذه نرمين دلوقتي الظروف مش محتاجه احراج، مش محتاجه كسوف، مش محتاجه ان انا شكلي ايه قدام عيلتي، شكلي ايه قدام قرايبي، فعلا لازم في فئات كتير هتستغنى عن فكره العزومات. والله ممكن ما نستغناش بس نعملها از ديش بارتي، يعني لسه كنت هقول لك يعني اللي هو عارفين يا جماعه مثلا انا عامله عزومه في البيت، فمثلا عازمه دكتوره شيماء وعازمه فلان وفلان، ففلان يجيب حاجه، دكتوره شيماء تجيب حاجه، انا اعمل حاجه، فاللي هو فكره ان احنا هنتجمع الاطباق المشتركه. بالظبط، ان كل واحد يعمل صنف عن صنفين ويتجمع. على فكره في ناس لازالت بتتحرج، لان انا متعوده اعزم الاستاذه نرمين واعزم الاستاذه فلانه واعزم خالتي واعزم عمتي واعزم جارتي. أيه. فمش معقول السنه دي اقول لهم لا النهارده بقى السنه دي هنعمل ديش بارتي. هي محتاجه تغيير ثقافه. صح. وفي ناس هتتحرج انها تعملها، اللي يقدر يعملها فكر جميل جدا وده الصح والاساس، اللي مش هيقدر يبدلها بعزومه على الحلو. انا ممكن اعمل حلو في بيتي بشكل اقتصادي، او اجيب حلويات في حدود الميزانيه، او ناتس فول سوداني بتاع مكسرات، وعلى شاي وعصاير رمضان. انا عازماكم يا جماعه بعد الفطار نتجمع النهارده عندي، مفيش مشكله خالص، الكل هيجي ولاد بالدعوه، مش لازم الدعوه تبقى على الفطار. لو انا ميزانيتي لا تسمح
مش فيش داعي ان انا زي ما حضرتك قلتي هي ثقافه، احنا ثقافتنا او تربينا من واحنا صغيرين بيت العيله، والعيله ما البيت المفتوح وعمتي وخالتي وجيراني قاعدين يعني على طول عندنا في البيت. استاذه نرمين احنا لازم نكون صراحه مع بعض لان دي الحقيقه، ان الوقت لعمتي وخالتي والعيله او بعمل عزومه لزملائي في الشغل كل سنه او اخواتي، العزومه اللي كانت بتتكلف 1000 النهارده بتتكلف 3 و4. صح، احنا دخلنا في مضاعفه كبيره للمبلغ، فمش وممكن يكون دخلي والراتب بتاعي هو هو. هي المسائل دي ليها حلول، تنوع مصادر الدخل، زياده فترات العمل، لكن دي حلول مثلا احنا مش بنتكلم عليها دلوقتي لان بتقدر تعمليها حالا قبل رمضان. وبعدين حضرتك بتقولي حاجه كمان، يعني احنا مش بنتكلم، هو شهر رمضان مش اكل بس يا جماعه، هو شهر زي اي شهر، عندي التزامات، اللي عنده ايجار بيت، اللي عنده بنزين عربيه، اللي عنده ولاده في المدرسه، اللي عنده ولاده لسه بياخدوا دروس، اللي ولاده في ثانويه عامه، يعني هو مش شهر خلاص احنا موقفين كل حياتنا وهناكل ونشرب بس، احنا عندنا كل التزاماتنا، بل بالعكس هي بتضاعف عليها كمان زياده العزومات والاكل والشرب والخروج والحاجات دي. وممكن اعمل احلال وتبديل، فكره عزومات الفطار اعملها عزومه سحور. صح، السحور بتبقى الايتيمز بتاعته والحاجات اللي بتتقدم فيه ممكن ميزانيتها اهدى وابسط شويه من عزومه الفطار. اه، فول، بيض، جبنه، زبادي، انواع من الاومليت، كشري، مش عارف، حاجات لانشونات، جبن، يعني دي ممكن اعمل احلال وتبديل بزياره، بتجمع بعد الفطار على حلو، على مشروبات رمضانيه، اللي عايز يعزم ويجمع مثلا، خليني السنه دي هعملها عزومه سحور، هعمل فكره الديش بارتي او اللي هي الاطباق المشتركه. احنا كده قدمنا من خلال البرنامج افكار بديله للتجمع، وافكار ان انا اقدر اعمل اقتصاديات عشان انا داخله بعديه على العيد، محتاجه اجيب ملابس، محتاجه اجيب حلويات، كحك، حلويات، ايوه طبعا، كحك وقريبه بسكوت، أيوة، والحاجات دي كلها. التسوق العاطفي اللي احنا قلنا عليه، التاثر زي ما حضرتك قلتي، انزل اتسوق وانا جعان في الصيام، اتاثر بالعروض والكامبينز والمنتجات والاعلانات، حتى والله غير في شهر رمضان، يعني في الطبيعي حتى وانتم نازلين تعملوا شوبينج او بتشتروا طلبات البيت مش وانتم جعانين خالص، يعني لان واحنا انا شخصيا وانا جعانه مثلا هات لي جبنه دي وادوقها الاقي طعمها حلو، اقول له لا طب هاتها لي، ممكن اجيبها وبعد ما يعني الاقيها لا مش عجباني، بعد ما انا خلاص مش جعانه فالاقيها مش عجباني، فللاسف ان انا خلاص بتترمي. وفي ناس كتير على فكره استاذه نرمين دلوقتي في المولات، في الشوبينجز وفي السوبر ماركتس وفي البقالات، ساعات بيلموا حاجات انا حصلت قدامي مره واتنين، بيجي حاسب عليها على الكاشير بيلاقي الميزانيه باظت، بيبتدي يرجع بدون احراج. يرجعه بدون عادي. فدي حاجه يعني النهارده من الناس من نفسها بتحاول تظبط الميزانيه وما بتستجبش بخجل او باندفاع وراء الفاتوره اللي ممكن تدفع، ويلاقي نفسه متورط في مبلغ هيأثر على اداره ميزانيه البيت. ورمضان اساسا هو شهر عباده. طبعا. ورمضان اساسا شهر اللي انت حضرتك على السفره بتاكلي اقل القليل مش العكس. والله هو طبق شوربه وحبه سلطه بتبقى او تمر كمان، الواحد بيشبع خلاص. يعني احنا بنعمل سفر زياده عن اللزوم، واساسا شهيه الصايم بتبقى قليله وضيقه عكس ما هو متوقع، ودي حاجه احنا عارفينها طول عمرنا. فان شاء الله يبقى رمضان كريم علينا باقتصاديات جميله، ونستفيد من العروض اللي موجوده في الدوله، في معارض وزاره الزراعه، اهلا رمضان، منافس بيع القوات المسلحه، طبعا كل دي حاجات بتدعم. انا بشتري من منافس بيع القوات المسلحه على فكره، يمكن يكون قبل ما نبدا كنت بقول لك انا بجيب السمك والجمبري من هناك، يجننوا حلوين جدا 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 على فكره، وفريش ومضمونين، وفي ناس واقفه بتنظف الحاجه، والاسعار خطيره، والاسعار طبعا افضل كتير من استغلال التجار بره. صح، واسعار مناسبه، وكل دي حاجات داعمه من الدوله بتبقى مفيده جدا، وبتريح المواطن، بتريح الاسره وست البيت المصريه في ضغوط الميزانيه في رمضان والعيد. يبقى احنا اتكلمنا عن التسجيل والتدوين، استعمال البدايل، البعد عن التسوق العاطفي، الاستعداد بالميزانيه بشكل مسبق، اداره فقه الاولويات، ابتدي بالحاجات الاساسيه. هل في رقم معين اخده من المرتب، يعني مثلا نسبه معينه من المرتب، يعني اقول ايه لا النسبه دي للاكل والشرب في رمضان؟ لا، هو النسبه مش للاكل والشرب، لان دي بتعتمد على عدد افراد الاسره. كل اسره الثانيه، عدد افراد الاسره وكميه الاستهلاك بتاعتها من الاسره، بس هو النسبه اللي المفروض اقدر اخدها من الدخل هي نسبه للسيفنج، لازم تبقى اساسيه لاي حد في دخله. ان شاء الله بيقبض 100 جنيه لازم مينيموم 30% اشيلها سيفنج او 20%، ده عموما بقى في اي وقت، ده عموما يعني. لازم دخلي طول الوقت، ست، راجل، شاب، شابه، لازم ما اصرفش المرتب كله. صح، مهما كان المرتب متوسط او شايفه متواضع،
لازم يبقى في عندي نسبه سيفنج طول الوقت. وبرده في ستات بيوت بتعمل فكره لطيفه جدا، هو صندوق للسيفنج، صندوق التحويش او الحصاله المنزليه. انا ممكن على مدار يومي على مدار اسبوعي احط فيها 20 جنيه 50 جنيه. بيبقى عندنا يا جماعه كده على انا عن نفسي يعني بيبقى على البوفيه كده إيه، بعد ما بشتري حاجه بيتبقى مثلا 10 جنيه 5 ايا كان حسب الرقم. المبلغ ده بدل ما نسيبه كده حطه في حاجه، صدقوني اخر الشهر هتلاقوا فيه رقم. اخر الشهر ممكن في الاخر الاقي جايب لي 2 كيلو لحمه. صح صح. يعني انا كنت سعيده جدا بوجود حضرتك وبافكارك وبكلامك. هنعمل اكيد حلقات تانية بعد رمضان بقى بعد ما نكون خلاص فلسنا. اتشرف. ازاي بقى ان احنا نقدر نحوش من اول ان شاء الله. انا الاسعد انا الاسعد. ميرسي يا استاذه نرمين، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب. الله اكرم عليكي. دكتور شيماء فوزي كاتبه وباحثه في مجال الاداره والموارد البشريه، نورتينا وشرفتينا، ورمضان كريم على حضرتك وعلى كل اسرتك الكريمه. بشكرك. يعني ادينا لكم كده زي ما نقول روشته كده بسيطه ان احنا انا شخصيا استفاد وانتم كمان تستفادوا من الموضوع ده. اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا فوق هنا، لكن بعد الفاصل. ورجعنا ليكم مره ثانيه في هو وهن. النهارده هنتكلم عن رياضه انتشرت بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، وهي رياضه الام ام اي او الميكس مارشال ارتس. واحسن حد يتكلم فيها هو واحد من ابطالها، كوتش شريف الجمل. يلا بينا. كوتش شريف ازيك؟ الحمد لله. منورنا في هو وهن. ربنا يخليك. في البدايه كلمني اكتر عن نفسك وازاي اتجهت للام ام اي او المارشال ارتس بشكل عام. انا ان جنرال بلعب من وانا عندي 11 سنه. ابتديت اول 8 سنين في حياتي كنت ابتديت ملاكمه بوكسنج. يعني مارشال ارتس في دمك من وانت صغير. بالظبط. من زمان خالص. حتى اول 4 سنين كنت مخبي على اهلي ان انا بلعب بوكسنج بس. بس فقعدت اول 8 سنين كنت بلعب بوكسنج بس. بعد كده كان لسه الام ام اي والمارشال ارتس ما دخلش مصر اصلا. ايوه. بعد كده ما كانش متعارف عليه وقتها كمان. ما كانش متعارف عليه، كان لسه بيتلعب بس يو اف سي اللي هي الاولد يو اف سي بره في امريكا. بالظبط. ما كانتش حتى لسه انتشرت في ولا في الدول العربيه ولا في اي حته. ايوه. فابتديت بوكسنج قعدت 8 سنين. بعد البوكسنج دخلت كيك بوكسنج. قعدت برده 7-8 سنين حلوين كده. ولما دخل الام ام اي ابتدى نعرف يعني ايه ام ام اي. ابتديت العب من 2011. طب يعني ايه ام ام اي؟ وايه الفرق بينه وبين يعني المارشال ارتس؟ بين الكيك بوكسنج والبوكسنج والجيتسو بصي كل لعبه في المارشال ارتس ان جنرال ليها رولز مختلفه. بس خلينا نتكلم مثلا نقول الديفينيشنز او 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 ايه او ايه هو الام ام اي في حاجه سريعه. الام ام اي هو ميكس مارشال ارتس، الفنون القتاليه المختلطه، متكون من بوكسنج، كيك بوكسنج، موي تاي، برازيلي جيتسو، جيتسو البرازيلي على الارض، المصارعه الحره. بس هو العاب الفنون القتاليه كلها يعني ده فيري هاي انتنسيتي ورك اوت، فيري هاي انتنسيتي تريننج، ومحتاج كوردينيشن اعتقد عالي طبعا. يعني توافق عقلي بدني طبعا. ما هو اي حد بيبدا مثلا بياخد بيزكس. البيزكس دي عباره عن ان هو لسه بيتعرف ازاي على الفوت ورك بتاعته، الكوردينيشن، ازاي بيضرب بوكس، ازاي يضرب كيك، ازاي ينزل تيك داونز، ازاي ياخد سبمشنز. كل ده لازم عشان هي فيها اللعبه فيها كذا لعبه في بعض. تمام. فلازم يبقى عنده يتعود الاول ويبقى من البدني بتاعه العالي يعني وعنده باك جراوند يعني قبل ما يدخل ام ام اي لازم يكون مثلا اتعلم كيك بوكسنج او كان زمان بوكسنج. الكلام ده كان زمان اوكي. كان زمان ان اغلبيه الناس اللي بدات ام ام اي من 2010 2011 كلهم كانوا بيلعبوا، معظمهم كانوا بيلعبوا العاب فرديه اللي هو سواء بوكسنج او كيك بوكسنج او موي تاي او ايا كان. فعندهم بيزك للعبه معينه فدخلوا وكملوا عليها اكتر. لكن الام ام اي دلوقتي احنا ممكن نبدا بيور ام ام اي بس. انا بريكومند ان احنا بنبدا من الجونيورز يعني مش من الكيدز. الكيدز يبدا بوكسنج او كيك بوكسنج عشان فيها تو ماتش ديتيلز عشان ما يتعارضش مع تفكيره او وياخد البيزك صح. طب بالنسبه للبوكسنج والكيك بوكسنج هل في سن معين
ممكن اتمرن فيه؟ البوكسنج والكيك بوكسنج ان جنرال ستارتنج من 4 سنين ل5 سنين على حسب الاي كيو بتاع الطفل. في مثلا ممكن احنا كده يعني لازم ذهنه يبقى حاضر اكتر. بالظبط عشان يفولو التريننج بروجرام بتاع الاطفال. لو مثلا الطفل بطبعه ان هو لعبي, فلما يجي مثلا هو عنده الطفل اللي مثلا عنده 4 سنين او اقل من 4 سنين ما ينفعش ليه ان هو لما يجي مثلا يفولو التريننج بروجرام بتاع الكوتش او يسمع ينفذ الاوردر بتاع الكوتش, ممكن يجي بره اللاين بره ما يركزش, فما نقدرش نلومه. سهل يتشتت انتباهه. بالظبط. أيوه. فبياخد, لكن ستارتنج ان هو بيبتدي ينفذوا الاوردر مظبوط ستارتنج من 4 سنين ونص ل5 سنين على حسب الطفل برضه. طب كوتش, انا ليه ممكن اتمرن امامي؟ يعني ايه الصفات الجسمانيه والعقليه اللي ممكن اكتسبها من احترافي للعبه؟ بصي هقول لك على حاجه, هو التمرين الام ام اي ده كل واحد ليه التارجت بتاعه فيه. ايوه. الناس الحد اللي عنده تارجت ان هو يريشيب هيلاقي الكلام ده في الام ام اي. اللي عنده تارجت ان هو يتعلم فايتنج سكيلز قوي جدا هيلاقي ده في الام ام اي. اللي عنده اللي عايز يلعب كومبيتيشن ليفل او يلعب بطولات او ماتشات هيلاقي ده في الام ام اي. اللي عايز يعلي الفيتنس بتاعه الكونديشن بتاعه الاحمال بتاعته كل الكلام ده, ما جسمه ضعيف, هيلاقي كل الكلام ده في الام ام اي. فالام ام اي كل في ناس بتتمرنوا كتير قوي, مثلا عندنا تيمز بتتمرن في الام ام اي كتير قوي. في ناس كل واحد عنده تارجت, في ناس بتكمبيت في بتتمرن بطريقه معينه, تاني بروجرام مختلف شويه. في ناس بتبقى عندها بس انها عايزه تتعلم لنفسها سيلف ديفنس بس. أيوة. او فايتنج سكيلز بس انها تقدر تحمي نفسها او تاخد ثقه في نفسها اكبر. في ناس بيلاقوا ده في الام ام اي. في ناس بتتمرن لمجرد ان هي عايزه تثق في نفسها, بيلاقي كل ده في الام ام اي. ايوه. بس يعني بيعلم كذا حاجه. بالظبط. هو كذا حاجه. لو عايزه اخس لو عايزه بيلد ماسلز ويت لوس بروج. واعتقد اهم سكيل هي الكوردينيشن. ما هو الكوردينيشن ده كده كوردينيشن الفوت وورك مع البوكسنج مع الكيكس كل الكلام ده لازم كوردينيشن. حتى لو انت مش عندك انت هتتعلميه معانا في التمرين. ايوه حقيقي. بلس ان مثلا يعني من اغلب الناس اللي بتيجي بتبقى عايزه تتمرن معانا الام ام اي او الكيك بوكسنج ان جنرال يكونوا عايزين يخسوا, مثلا عايزين يوصلوا للشيب كويس قوي, فيهم عن الجيم اولد سكول شويه, لعبه اولد سكول شويه, فبيبقى عايزين هاي انتنسيتي تريننج. بالظبط. وهو هاي انتنس كارديو وحاجات كتير قوي. فبيلاقي كل الكلام ده في الام ام اي, فبيوصل للويت لوس بروجرام اللي هو نفسه يخسه بيوصل التارجت بتاعه فيه. طيب في معتقدات كتير بتقول ان المارشال ارتس او الالعاب القتاليه بتاثر على انوثه الست او بتخلي شكلها رجولي شويه, انت ايه رايك في الكلام خالص ده؟ خالص مفيش. أيه. الكلام ده خالص. أيه. هو ده تمرين, هو ولا بيكبر الماسل ماس ولا حاجه, هو بيعمل ري شيبنج بيشد زي ما ممكن اي حد يلعب فيتنس كونديشننج زي اي لعبه تانية. زي اي لعبه. أيوة. تانية عاديه جدا تمرين. ومش لازم البنت تتمرن انها تلعب فايت او تسبار مع اللي قدامها او تضرب او تضرب خالص. ما انا بقول لك بيتمرن, بالعكس اغلبيه البنات دلوقتي كلها بتتمرن كيك بوكسنج. بالظبط. عشان هو بيلاقوا الريزلت. يعني اعتقد الناس اللي بتخاف من الحاجات دي بيشوفوا الصور مثلا على السوشيال ميديا اوريدي, هم اعتقد مثلا البنات واخدين تسترونز او واخدين انجكشنز معينه وصل حجم الماس ماسل للشكل اللي احنا بنشوفه. دي حقيقه. وده كمان لما بيوصلوا للكومبيتيشن ليفل عندهم ريكويرمنتس ثانيه في معينه في دماغهم. بالزبط. ان هم يوصلوا في طريقه معينه, يعلوا الانديورنس بتاعهم, يعلوا الباور ليفتنج بتاعهم, يعلوا الكونديشن بتاعهم بطريقه معينه. فده بيبقى ده ما بيبقاش ده الفورم بتاعنا او ما بيبقاش ده البروجرام بتاعنا خالص. ده بيبقى ناس بتبقى دماغها وداخله انا عايزه اوصل للكومبيتيشن ليفل. فدي حاجه ثانيه خالص. لكن هي حتى لو الناس بتوصل للكومبيتيشن ليفل من غير اي استيرويد ولا من غير اي حاجه من الكلام ده بيوصلوا عادي. احنا عندنا بنات بتلعب وابطال وتشامبيونز وكل حاجه. انا شايف ما شاء الله يعني شوفيهم عادي جدا. اجمد من الولاد كمان. شوفيهم عاديين جدا يعني, ولا واحد ولا شكلهم وحش ولا اي حاجه. فدي اشاعه, ده تمرين زي اي تمرين. ايوه. طيب هل في مواصفات بدنيه معينه لازم تكون عندي عشان ابدا خصوصا الام ام اي؟ خالص بالعكس. انت لو انت اوفر ويت وعمرك في حياتك ما لعبتي اي رياضه وبالنسبه لك يعني ما عندكيش اي نوع من زيرو فيتنس ليفل, الام ام اي او الكيك بوكسنج او البوكسنج ايا كان, ده التمرين عامه ده انكلودنج الفيتنس وانكلودنج الويت لوس بروجرام وانكلودنج الكونديشننج وانكلودنج كل التاهيل البدني, ممكن كمان انكلودنج نيوتريشن بروجرام معين عشان يوصل للفيتنس ليفل اللي انت محتاجه. في لا هو في كده كده اللي هم الناس الاوفر ويت بيبقى ليهم نيوتريشن بلانز معينه. أوكي. بس بتكلم مثلا في ناس اجسامهم طبيعيه جدا بس هم الفيتنس ليفل بتاعهم مش قوي قوي او مش مناسب, فكل الكلام ده بيلاقوه عندنا. كل واحد دي تارجت, فالمفروض الكوتشز اللي هي المفروض الكواليفايد او الشاطره بتعرف كل تريني او كل لاعب في التيم بتاعه
ايه التارجت بتاعه عشان يشتغل عليه. في ناس مثلا هتعمل لها اوفر ويت, هتعمل لها نيوتريشن بلان بلس التريننج بروجرام بتاعنا, لازم يبقوا الاثنين ماشيين مع بعض عشان يوصل التارجت بتاعه. في واحد اوريدي جسمه حلو مش محتاج, بالعكس محتاج ياكل كربوهيدرات كتير عشان التمرين بتاعنا فيه عالي, الميتابوليزم بتاعه يعني على حسب الميتابوليزم بتاعه برضه. فما لهاش دعوه, هو كل واحد ليه تارجت, فكل واحد ليه تارجت هيلاقيها في اللعبه بتاعته. طيب دلوقتي انا لو دخلت امامية على كبار ينفع احترف فيه؟ ينفع على حسب الاي كيو, على حسب القوه البدنيه بتاعه الشخص نفسه. يعني طبعا كل ما هو يبدا بدري كل ما الفرصه بتاعته تكون زياده. ايوه. وكل ما ما, ما, ما يبدا متاخر الفرصه بتاعته بتقل. بس ده برضو ده ان جنرال, لكن في ناس بتخالف التوقعات. أيوة. في ناس بتبدا متاخر وبتبدا عندهم اوريدي الـ 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 يعني هو الاعتماد الاكبر على التوافق العقلي البدني زي ما قلت قبل كده, التوافق العقلي والبدني وعلى حسب اللي هو الباشن اللي جواه عايز ازاي والتارجت بتاعه عايز يعني عايز ايه, وهل هو جسمه مؤهل وجوه عزيمه عايز يوصل ولا لا. سواء الام ام اي برضه حتى الواحد ممكن يبقى عنده كل الكواليفيكيشنز وكل الماتيريال وجسمه فيه كل الماتيريال ان هو يبقى بطل, بس ما عندوش الباشن وما عندوش قلبه مش جامد ان هو انا عايز اوصل. أيوة. وياخد الموضوع بجديه. فلازم واحد عنده من جواه ان انا عايز اوصل. الام ام اي ممكن يبدا متاخر يعني عن 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 اي العاب ثانيه. طيب مصر فين في الام ام اي؟ يعني هل في بطولات عالميه حققنا فيها مراكز متقدمه؟ مصر لحد دلوقتي احنا ما عندناش اتحاد رسمي للام ام اي, بس احنا عندنا منظمه وعندنا منظمات قويه جدا, ويعني والمنظمات دي بتاهل اللعيبه انها تطلع بره. لما بنلعب اللعيبه بتاعتنا لما بتلعب في المنظمات دي كتير, احنا بالنسبه لنا الموضوع بياخد ريكورد, عشان اطلع العب بره لازم يكون انا وصلت ريكورد معين عشان اقدر اكمبيت بعد كده بره. والمنظمات اللي هي العالميه, المنظمات اللي هي العربيه تبتدي تبقى عايزين يعني تبقى عايزه اللعيبه المصريين. طيب بالنسبه بقى للكيك بوكسينج والبوكسينج والمارشال ارتس, احنا واصلين امامي طبعا. ايوه احنا واصلين لفين بقى؟ مش عايز اقول لك ان احنا من اجمد اللعيبه في الوطن العربي ويمكن في العالم كمان في الالعاب الفرديه. ايوه حقيقي يعني بجد في البوكسينج الملاكمه والكيك بوكسينج والمويتا, احنا الالعاب الفرديه يعني احنا شاطرين جامد قوي فيها. حقيقي. احنا الالعاب الفرديه اللي هي البوكسينج والكيك بوكسينج والمويتا والمصارعه احنا متميزين فيها قوي. متميزين فيها وباي بطولات عالميه, اي بطولات دوليه, اي بطولات عربيه بنحقق فيها ميداليات كتير. اغلب الميداليات الحمد لله بتبقى من عندنا من مصر. منتخب مصر بتاع الملاكمه قوي جدا, منتخب مصر بتاع المويتاي قوي جدا, كان لسه عندنا بطوله افريقيه اول من يوم 21 اللي فات, خلصت يوم 25 اول امبارح. يعني اغلبيه الميداليات كلها في بطوله افريقيه كانت من مصر. زي ما قلت يا كوتش احنا متميزين قوي في الالعاب الفرديه, حتى الجودو يعني احنا فعلا متميزين وبنحقق ارقام في الالعاب الفرديه. طيب انا متحمسه قوي, تعلمني حركتين يلا بينا. يلا بينا. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا, يا رب تكونوا استفدتوا. بريك سريع ونرجع ليكم مرة تانية. ولسه مكملين معاكم فقراتنا, وصلنا لفقرة المطبخ. منورني في استوديو شيف نور نجا اللي عاملها حتة أكل السمك بقى. ازيك يا شيف؟ ازيك؟ منورني في استوديو بوجودك. قولي بقى هتعمل لنا ايه؟ احنا النهارده عندنا اكله لذيذه جدا. عندنا صينيه سمك بوري بالبطاطس. الله. وعاملين الرز بالشبت. انا شايف بقى اسكندرانيه فانا احب السمك قوي. انا كمان اسكندراني. منورني في استوديو. ثانك يو. قول لنا بقى كده الانجريدينتس عشان ننزلها على الشاشه. تمام. احنا عندنا معانا سمك بوري, عندنا بطاطس شرايح مسلوقه, عندنا زيت, بقدونس مفروم, ملح, فلفل اسود, ثوم مفروم, ليمون, ست ليمونات, وطماطم شرايح, وفلفل حراق. ده بالنسبه للسمك. بالنسبه للرز, كوبايه رز وزيت وزبده
وملح وشبت. اوكي، الشبت مع الرز. شبت مع الرز. طب حلو قوي الموضوع ده، جديد. ايوه. هنبدا بايه؟ احنا هنبدا الاول بالرز معانا. اوكي. بس انا شايف بحب قوي الشبت، بحبه جدا خصوصا مع السي فود. بصي، هو احنا عاملين بقى طريقه الكزبرة الرز كمان، بس الكزبرة الخضراء. احنا بقى بنعمل ايه؟ طريقه لذيذه جدا بنعمل بيها الرز. اولا بنحط الزيت. تمام. حته زبده. اوكي. اوكي. اشمعنى رز السمك لازم يحطوا الزيت مع الزبده، مش زبده مش سمنه مثلا بس؟ او ممكن سمنه. هو الزيت الاول لازم يتحط علشان ما يحرقش الزبده. تمام. الزيت بيحافظ على القوام بتاع الزبده او السمنه بحيث ان هي ما تتحرقش على النار العاليه. تمام. خلاص حطينا الزيت والزبده. هنستناهم يعني يسخنوا كويس. تمام. على النار، وبعد كده هنحط. بالنسبه للشبت بقى، احنا عاملينه بطريقه لذيذه جدا. الشبت احنا في اي خلاط على كوبايه الرز كوبايه ميه، ده ده الطبيعي. فيبقى فيه شبت، فاحنا بنفرم فيه الشبت وبعد كده نصفيه، فبيبقى لونه معانا ايه؟ حلو حلو، اخضر كده. وهو ده اللي بيتسلق فيه الرز. فهي طريقه لذيذه جدا. انا بشربه ده يا شيف على فكره. بعمل جرين جوس في البيت بقى عشان انا هيلثي جدا، بعمل جرين جوس. وممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن نعمل كزبر بنفس الطريقه. يبقى هو واخد طعم الشبت او واخد طعم الكزبره. أيوة. ونفس الوقت بيبقى لونه. حلوه قوي الفكره دي. اخضر. تمام. سخنت معانا الزبده. هنحط الرز. اوكي. هو الرز بيبقى ممكن ياخد تحميره كده، ياخد تحميره. ممكن يبقى منقوع الاول او لا، مش فارقه. هنديله تقليبه كده على النار بسرعه. في ناس بتحب تخلي النشا اللي فيه عامه يعني. بالظبط. ايوه. فتقريبه حلوه كده على النار لغايه ما يبدا بس ايه يعني ياخد تحميره سريعه على النار. اوكي. واول ما تسخن هننزل بميه الشبت. تمام. بس هي فكرته بسيطه جدا طبعا. لا ملح. ولذيذه قوي قوي قوي. ولونه بيبقى ايه بقى يا شيف؟ لونه بيبقى اخضر. حلو. فهي حلو. وفي نفس الوقت الشبت بيبقى ماشي مع السمك. بالظبط. انا بحب قوي الشبت مع السمك. ماتشنج حلو قوي. ايوه. بس فهياخد كده ال السخونية بتاعته كويس، وبعد كده نقوم حاطين المية ونغطي عليه واحنا كده خلاص. طريقة الرز العادية. طريقة الرز العادية. تمام. فهي تمام. التركة بتاعتها بس ان الشبت اوكي عملناه في الخلاط وبقى أوكي. اخدنا ميته. خلاص نبدا بقى في الثقيل بقى، في صينية السمك بقى. تمام. صينية السمك دي ليها كذا طريقة، بس انا بعملها بالطريقة الاسكندراني البيزك اللذيذة. تمام. معانا السمكة. أوكي. هنبدا ان احنا ناخدها. احنا فعلا كاسكندرانيه بنحب طعم السمك، مش بنحب فليفرز تساوي تغطي على طعم السمك حقيقي. هنديها كده تشريحه بسرعه. اوكي. نقطعها كده، نعمل فتحات بسيطه في السمك. في السمكه. بعد ما نكون نظفناها طبعا. بالظبط. هي السمكه اولا لازم تتنظف كويس جدا عشان الزفاره اللي فيها. بالظبط. فبننظفها، بنشيل القشر بتاعها كويس. طبعا لازم تبقى السمكه طازه. ايوه. بنعرفها منين؟ بنعرفها من ان عينيها لازم تبقى بتلمع. يعني السمكة تبقى بتلمع كويس. بتبقى لو دوسنا عليها كده ترد تاني. تمام. ما تبقاش هي الشين بتاعتها برضو تبقى حمراء من جوة. يعني دي الطرق اللي احنا بنقدر نعرف بيها السمكة الطازة من السمكة البيتة. اوكي. تمام. هنبدأ بقى نحط شوية ملح وفلفل عليها كده. يعني بنحط الملح التوابل نوش. يعني نبدأ ان احنا ايه وندخل في ندخل في الفتحات اللي احنا عملناها وفي البطن. تمام كده كويس. يعني أوكي. نديها كده ايه ملح ندلعها وندلكها وكل حاجه. خلاص. الفلفل. تمام كده بالظبط. اوكي. نديها بقى تتبيله حلوه كده وتبقى داخله في كل في بطنها. تمام. في التشريحات اللي احنا عاملينها كل حاجه. تمام. وبعد كده نبدا نجيب الثوم. خلاص برضو نفس الكلام، نبدا ندخله في الثوم. ده ثوم مفروم بس مش مفروم قوي، يعني مش أوكي. مفروم لدرجه ان هو يبقى مفروم. يمكن اعمله قطع صغيره مثلا. قطع صغيره بيدي يعني طعمها بيبقى احلى. صح. من الثوم المفروم قوي. تمام كده احنا تبلناها كويس. وبعد كده بقدونس برضو. بقدونس يتحط برضو في البطن كويس. اوكي. تمام.
كده. التتبيله سهله جدا وبسيطه جدا وخفيفه وبسيطه، بتدي طعم السمك ده اهم حاجه، بيبقى فعلا طعم السمك باين جدا انا جداً. بشوف لو ظبطت الملح والفلفل خصوصا مثلا مع فكره مش بس السمك واللحمه الستيك شويه الملح والفلفل والزبده هو ده هو ده هو ده هو ده ايوه فعلا. هنبدا بقى نجيب الصينيه اللي هنحط فيها السمك في الفرن، برضو هندي شويه زيت حلو شويه زيت بقى ون ايه ونفرقه كده على ال كده مثلا عشان يبقى كل الزيت متوزع تمام بحيث ان السمك ما يلزقش. والرز اخباره ايه معانا؟ الرز تمام نزل الميه اتشبت لا هنحط عليه الميه دلوقتي على طول. اوكي اهو يعني كوبايه رز كوبايه ميه اتشبت كوبايه ميه تمام زي الرز العادي خالص. وهتحط بقى الملح طبعا هو لونه كده جميل جدا وريحته حلوه وطعمه حلو. الله ايه ده شويه ملح طبعا شكله مختلف قوي يعني انا عمري ما جربته بالطريقه دي بس. وهنغطي عليه تمام ونسيبه بقى هو كده خلاص عليه يعتبر نوطي عليه ونسيبه صح؟ هنوطي عليه ونسيبه. اوكي خلاص السمك كده عملنا الزيت في وهنرش بقى شويه بقدونس برده في عرق الصينيه كده علشان ايه برده يمنحها انها تلزق. اوكي ايه ده اول ما اعرف المعلومه دي ان احنا ممكن نحط هيربس من تحت عشان السمك مثلا ما تلزقش او عشان أوكي. يعني بالظبط كده هنا عندنا البطاطس دي احنا سلقينها ودي الميه بتاعتها حلو. فليه بقى الميه بتاعت البطاطس؟ احنا بنسيب البطاطس في الميه بتاعتها علشان تطلع النشا اللي فيها عشان لما تدخل الفرن هتعمل صوص يبقى تقيل شويه. حلو اصل انا يوجولي لما بعمل صينيه سمك بدخل بطاطس نيه مش لا دي نص سلقه اوكي بتبقى مسلوقه نص سلقه وتفضل شويه في الميه بتاعتها هي دي بقى برضو التريك بتاعت صينيه اسكندرانيه تمام. فهي طبعا النشا كل ما يعني لما بيدخل الفرن وبيبدا يسخن بيتقل هيتقل بالظبط. يبقى احنا كده خدنا البطاطس وحطيناها كده والبقدونس تمام. هنبدا والسمك اللي احنا تبلناه بالملح والفلفل وشويه بقدونس هناخدها كده ونعمل ايه بقى؟ خمس ليمونات او ست ليمونات على السمكيه ونبدا نعصرها عليها بقى او يعني نبدا ان احنا ننزل عليها بالليمون في بطنها وفي كل بقى يعني نديها كده تمام جدا كده بقت هي خلاص بالليمون وتحبشت كويس جدا زي الفل هنبدا نحط شرائح الطماطم عليها كده بالشكل ده تمام ومعانا قرن الفلفل للي حابب بس هي بتدي طبعا تيست يعني حلو انا قوي. مثلا مش بحب الحاجه سبايسي بس بجد بحس ان السي فود بيحتاج سنه سبايسي هي طبعا هي بتديها سنه صغيره مش بتبقى حقيقي. حراقه حقيقي. قوي بس هي بتديها سنه صغيره بقى تبقى حراقه قوي حسب بقى تعملها ازاي بس. وبعد كده هنبدا ناخد الميه بتاعت البطاطس اللي احنا كنا اوريدي مجهزينها تمام ونغطيها بس يا دوبك نغطي البطاطس بالميه مش كتير بس مجرد ان احنا نغطي كده البطاطس بالميه ونكون بقى مجهزين الفرن قبلها نكون مجهزين الفرن قبليها يبقى الفرن على درجه حراره عاليه وهيدخل الفرن اوكي يقعد في الفرن حوالي نص ساعه ساعه الا ربع حسب بيستوي بسرعه جدا حسب طبعا حجم السمكيه بالظبط. احنا طبعا السمكيه دي بوري ممكن نعمل عروس بقى يا جماعه حاجات تانية. حلوه دي بقى ممكن عروس ممكن وقار هيبقى حلو قوي تمام. برضو اهم حاجه علشان يعني نبقى تنظيف السمكه ده مهم جدا يعني اهم حاجه واحنا شغالين في السمك بالذات يتنضف كويس قوي بالليمون يتنقع في ميه بملح تمام. القشر بتاعه لو هيدخل الفرن لا طب واحده واحده كده يا شيف يعني انا افتح البطن اوكي واشيل اللي جوه بالظبط كده هو بننظف البطن وبننظف الزعانف والخياشيم بتاعتها بنقص الزعانف بتاعتها طالما دي داخله الفرن تمام. لو مشويه انا ببقى عايز الحاجات دي اصلا صح
عشان يعني الشاوي بيبقى انا محتاج القشر بتاعها ومحتاج الزعانف عشان ما تلزقش على الشوايه. اكيد تمام. بس طالما داخل الفرن فهي بتتنضف كلها، الزعانف بتتشال، القشر بتاعها بيتشال بالسكينه، بيتقشر كويس، وبننضف البطن وبننضف الايه الخياشيم بتاعتها بنشيلها، علشان هي دي اللي بتعمل ريحه الزفاره في السمك. طب هل سهل ان انا اشيل الشوك اللي جوه؟ لا، ما احنا دلوقتي لا، هي طبعا انا فاهمه احنا مش هنشيله. طبعا. بس طبعا. بس هو بس سهل يعني ان انا اشيل الشوك ولا صعب؟ ممكن نخليه بالظبط. ممكن نخليه بس او ممكن نفتحه سنجاري. يعني ممكن جميل. نفتحها من راسها كده تبقى مفتوحه سنجاري. ايوه، ونعملها قطع فيليه. بس الفيليه يوجوالي طبعا مع القشر بياض افضل يعني. بالظبط كده. عندنا بقى دي كده الطريقه البيزك بتاعت بتاعت الصينيه السمك بالبطاطس. في كذا حاجه تانية ممكن نعملها، ممكن نحط عليها شويه كريمه. حلو ده برضو. أيوة. هتبقى صينيه سمك بالكريمه. ايوه، ممكن لو حابين نحط عليها معلقه صلصه تدي برضو تيست فليفر تاني. يعني احنا بنقول كذا كذا اوبشن. طب خلينا ندخلها الفرن. يلا بينا نشوف بقى تطلع عامله ازاي. تمام، احنا كده دخلناها. احنا اوريدي عاملين نسخه. عاملين واحده جاهزه. عاملين كوبي منها. تمام. علشان احلى حاجه في السمك انك ممكن تلعب بالفليفرز بشكل كبير قوي يعني. جدا. وهي طريقتها بسيطه. وبعدين احنا كمان عشان رمضان. ايوه، عندنا الضغط بيبقى على اللحمه وعلى الفراخ. اللحمه والفراخ اكتر. حقيقي حقيقي. احنا دلوقتي حقيقي. بنعمل حاجه بنقول للناس ايه، احنا السمك صحي جدا طبعا، خفيف على المعده. خصوصا ان الواحد بيبقى صايم فبيبقى عايز حاجه ما تبقاش تقيل على المعده. بتبقى مريحه، بتتهضم بسرعه. لا، مليان بروتين وفي نفس الوقت تنفع طبعاً. يعني دي تنفع دايت عشان هي كلها ني في ني. حقيقي. ما فيهاش اي حاجه دسمه بسرعه يعني. بالظبط. فهي لو اكل صحي جدا. البطاطس مسلوقة كلها. أيوة. يعني مطبوخة ني في ني وسهلة وخفيفة على المعدة. نشوف بقى الصينية. نشوف الصينية وصلت لفين. عايز اقول لك ان انا متحمسة جدا للرز. الرز بالشبت ده يعني بالنسبة لي يعني اختراع رائع. احنا كده خلصنا الصينية. اوكي. الله يا شيف. لا يعني بصي بقى والريحه يعني عايزه اقول. ايوه، الريحه تجنن. ايوه تحفه يعني. تسلم ايديك. نقلب بقى الرز تقريبا. الرز بتطمن على الرز. هو لسه محتاج طبعا. ايوه شويه. بس انا متخيله طعمه هيبقى رائع. هو بيبقى فعلا مختلف جدا. والسمك بيحب الشبت حقيقي. طيب ممكن نرفع الغطا نشوف شكله. طبعا. هو طبعا لسه الميه بجد شكله مختلف وريحته حلوه جدا. الميه طبعا جدا. وانا متخيله فعلا مع السمك هيبقى فيري ماتشنج يعني مع السمك. تمام. فاحنا دايما برضو بنقول ايه، ما نخليش الضغط على اللحمه والفراخ في رمضان. لا، احنا ممكن يعني يبقى في بالانس. هم عشان بيحتاجوا بعد الصيام بقى اكله تقيله. اكله ترم العظم. هو في نفس السمك في نفس الوقت كمان السمك بيبقى سعره هادي في رمضان بالذات. ما حسب السمكيه بقى. لا بس حتى السمكيه العاليه بتبقى سعرها هادي في رمضان، علشان ما يعني دايما الناس مش يوجوالي انها بتاكل سمك في رمضان طبعا. فكله بيبقى متجه ناحيه اللحمه والفراخ كده. حاجات الحرشه. فدي فرصه ان احنا نعمل حاجات بقى يعني تيستي ومختلفه طبعًا. وسهله طبعًا. وسهله جدا. مش هتاخد وقت خالص. السمك اصلا بياخدش وقت يعني. لو حد مثلا بيشتغل بيجي من الشغل على طول مش لاحق ان هو يجهز دي ما بتاخدش وقت خالص. اقل كمان بتعمل اكل سمك بالظبط. طب احنا ممكن نبريزنت يلا بينا الرز. طبعا هو خلاص يعني تقريبا كده هو خلص. شيف تسلم ايديك، نورتنا وشرفتنا. ثانك يو والله. وتسلم ايديك، الحياه تجنن وريحتها تجنن. هي طبعا ممكن ندي بقى في الاخر يعني رشه شبت. اوكي عليها جارنش بقى كده. جارنش بقى كده في الاخر. اوكي عشان يبقى شكلها لطيف. تمام. بس ميرسي يا شيف، نورتنا. ثانك يو. ميرسي. يو ويلكم. على ايه؟
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، استنونا في حلقات تانية كتير من هو وهنا.